شوف شوف شوف، هذا زوج الحرم حق 26 أغسطس. بس ودي تشوف البنت اللي تصورها، أكيد إنها مزة أو قنبلة موجودة. قنبلة موجودة مرة واحدة، هيا انتبه بس تتفجر في وجهها. اسمع يا فرج، أبيك بكرة إن شاء الله تجيب لي تعريف بالراتب في المؤسسة اللي تشتغل فيها. خير، وشو لا يما؟ أبي أروح أنا وياك لشركات السيارات، ها؟ أبي أشتري وانيت. يلا يلا يا رب، انت خلي مويمتي يا ربي يا كريم. يا بتشتري لي وانيت؟ بقهر خميس بوري الوانيت حقلي. مصدق نفسك انت؟ مو بلك الونات لي انا، لاني نويت اشارك في الحمله. اي حمله واي سواقه يمه؟ شريت انت ناويه يعني تفضحينا عند الناس؟ هو 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 هو. مو انت كنت مع الحمله وتايد الحمله؟ وش اللي جاك الحين؟ وش اللي غيرك يمه؟ انا مع الحمله. انا يقولون الحمله بنات، ما الرقم هذه والرقم هذه، وراح اقابل ذي وهذه تمرني بسيارتها وتاخذني. ما قالوا عجز مثل يمه؟ انا عجوز؟ انا في حياتي ما سويت اللي انا ابي، والحين انا بسوي اللي ابي وغصبا من ورا خشمك، سامع؟ ولا تقدر تمنعني من اي شيء. يمه بس انت ما تعرفين تسوقين. وعشان كذا اول واحد ابدعسه انت. يلاكم انقلع قم. معاكم الناشطه الحقوقيه القياديه الليبراليه العلمانيه الديمقراطيه ام خميس والكيك رقم 145. اسمعن يا بنات، اي وحده منكم بغت تسوق السياره ما عليها الا انها تتجه الى شوارع الرياض في يوم 26 اغسطس وتفحط لما يشبع قلبها. اي نعم، واي واحد يعترض تذبحه تطعنه تسيح دمه، بالذات الرجل. لا تخلينا اي خلكن علمانيات ديمقراطيات مثل ام خميس، والبويه تفحط لما تقول بس وتمسك وتروح وتجي وما عليه وتزمر. ترى وزارة الداخلية للعلم يعني ما منعت قيادة المرأة، لكنها أصدرت بيان إذا أي وحدة يمسكن عليها يأخذوا منها تعهد خطي ما فيها شيء. وهذا أكبر دليل إن القيادة في السعودية للمرأة مسموح. وداعا للجهل، وداعا للجهل، وداعا للجهل. معكم أم خميس. كيك كيك. ما شاء الله عليك يما، أنت كذا كذا. أقول أنت وين تعلمتي هالثقافة كناشطة حقوقية؟ عودي في هالبلد كل شيء تقدرين تسوينه، ما حد يقدر يمنعك من اليوم ورايح. وإذا بغيتي تشتهرين، ها، ما عليك إلا تسجلين في الكيكات وتنشرينها. وإذا بغيتي تشتهرين أكثر، سبي العلماء والدين وراح تدخلين التاريخ من أوسع أبوابة. أعوذ بالله، وإن شاء الله أنت ناوي تسوي هذا الشيء. Yes of course، بس مو الحين، ستيب باي ستيب، خطوة خطوة. لا بالله، طنبق طنبق.